أجمل حاجة الألم في حياتنا، أجمل حاجة الصليب في حياتنا، هو ده سكتك للسماء. اوعى ترفضه، اوعى ترفضه. الله مذاكرك كويس، احنا بنتعامل مع الله من منطلق بيحبنا وما تعشن. اتنين بيفهم، بيفهم، عارف ان ده لصالحك. البير اللي انا فيه لصالح لصالحك، عند فوطيفار والضيقة والمرأة لصالحك لصالحك، السجن والضلمة في مصر لصالحك لصالحك لصالحك. قل أشكرك يا رب، خد ابنك حبيبك الذي تحبه وقدمه لي ذبيحة. فبكر إبراهيم وشقق الحطب. ايه ده؟ ايه ده؟ شقق الحطب، عايز يروح واخد أصعب أدوات يحرج ابنه عليها. فبكر إبراهيم وشقق الحطب. ايه ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت انا عارف، انا عارف ان مات هو قادر ان يقيمه. اطمئن، انت في يد ربنا اللي بيحبك القادر ان يقيمك. اوعى تخاف من الضيقه، اوعى تخاف من التجربه، الله حطها لكي يسكن معك في كل ضيقاتهم تضايق. اطمئن، ان كان في ضيق عندك دي معموله عاملها بالمجاس عليك، عاملها لك انت لخيرك والصالحة. خد ابنك حبيبك وحيدك اللي بتموت فيه، قد اذبحه. فبكر إبراهيم وشقق الحطب. اوعى ترفض كلامه، كله خير لك، كله حب لك، كله بركة لك. اوعى، اوعى ترفض ايد الله ان كانت عندك وتخيلت انها ثقيلة عليك. اوعى ترفض ايد الله. خد ابنك حبيبك الذي تحبه، قدم. كان بيزكيه، كان بيزكيه، بيؤكد انه خلاص حصل على الدكتوراه. الذي يحب الرب يؤدبه. ربنا مش عدوك، ربنا بيحبك، ربنا طبيب لنفسك وروحك وجسدك، وفاهم تفصيلتك ايه وايه اللي ينفع معاك. خلي بالكم، ربنا بيرتب لنا على السماء مش على هنا. ربنا، خلي بالكم، ربنا بيرتب لنا على السماء مش على هنا. فاكرين الانسان اللي كان مفلوج ونزلوه من السكر، ربنا قال له ايه؟ ها، مغفورة لك خطاياك. يا رب احنا عايزين نصحيه، هيموت تاني، انا بديله اللي انا بدور له على ابديته، مغفورة لك خطاياك. هو ده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين هنا، مش عايزين الشفاء بتاعنا، مش عايزين الهروب من صليب هنا. ليظل معنى الصليب حتى يصل بنا الى السماء. اوعى تفكر انك ترميه. خد ابنك حبيبك وحيدك الذي تحبه، قدمه ليه ذبيحه. فبكر ابراهيم وشقق الحطب. مش مكتوب كده؟ من اجلك مات كل النهار. اللي ما يموتش كل يوم مش هيحيا. من شروط ان تحيا معه تموت من اجله. احنا بنتهرب من التعب، بنتهرب من ورا صليب المسيح، بنتهرب، مش عايزين نتعب. ان كنا نتألم معه نتمجد معه ايضا. فالحاجات اللي تدفعني وتحتم علي التوبة، القداسة، القداسة التي بدونها استحالة هتشوف المسيح. فلازم أتوب، لازم أبقى قديم. خلي بالكم، خلي بالكم، القداسة صعبة. ها، صعبة القداسة؟ مش صعبة. لو صعبة ما كانش طلبها مني المسيح. مش بيعجزني، مش ده سؤال تعجيزي. ما كنت تبقى قديس مش هتشوفني، مش هتدخل السماء. يا رب انت بتعجزني ليه؟ ابدا. لو لم يعطينا امكانيه القداسه لم يطلب منا ان نكون قديسي. عشان نبقى كده صراحه، لو لم يعطينا، لم يودع فينا الامكانيه، ما كانش طلب منا القداسه. الله اودع فيا الامكانيه، اودع فيا الادوات اشغلها. بس اوعى حد يقول ربنا صعب علينا الحكايه. ابدا، مستحيل.
لو في قديس واحد في الحياة كلها يؤكد صدق كلام الله ويؤكد كسلي. ما في قديسين. إيش معنى أنا اللي مش عارف؟ إيش معنى أنا اللي قادر؟ إيش معنى أنا اللي مصعب الموضوع على نفسي؟ دوافع التوبة، القداسة حاجة تدفعني تحتم علي أن أصير قديس، القداسة التي بدونها لن يرى أحد. في حاجة تانية بتشجعني، حاجة تانية تشجعني أن أنا أرجع وأبقى قديس. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضى، هيسامحني هيسامحني، مش هيحاسبني، مش هيعاتبني، مش هيعاقبني. ما روحش ليه، ما رجعش ليه وانا فرحان. الله الان، خلي بالكم خلي بالكم، وحده الزمن، عنصر الزمن في التوبه مهم جدا. الله الان، اقوم الان، الان ساعه نستيقظ، مهم مهم جدا. يا مناس راحت الجحيم ولم تقدر كلمة الآن. وحدة الزمن، عنصر الزمن في التوبة مهم جدا. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان. أمر أمر، ده حب من محبته لك بأمورك. يقول لك تعال، لازم تيجي عشان تاخد، مش تعال عشان تصير عبد، تعال عشان تاخد، أنا بأمرك تاخد. ايه هذا الامر الايجابي العجيب؟ انا بأمرك تاخد. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. خلي بالكم في اكتر من حاجة مريحة جدا في الاية دي. هيسامحك على كم خطاياك، هيسامحك على كل خطاياك. اثنين، على نوعية خطايا، نوعية. عارفين نوعية يعني؟ حتى لو كانت شرور قبيحة. ثلاثة، على كيفية السقوط، بشوق وشهادة ارتكبت، يعني خططت ورتبت وعمقت. ثلاثة، أربعة، خلي بالكم خلي بالكم، التمس لك عذر. تخيلوا تخيلوا الكمية والنوعية والكيفية، كيفية السقوط. أربعة، هيلتمس لك عذر. أول ما ترجع يقول لك إيه؟ ما كانش قصدك. تخيلوا تخيلوا، أنا عارف ما كانش قصدك. عندما يرجع الإنسان يعتبر الله جميع خطاياه بجهل قد فعل مهما كان الموت. شوف الكلام، يعني مش هيسامحك على الكمية وعلى النوعية وعلى الكيفية بس، ده هقول انت ما كانش قصدك. ما كانش قصدي يا رب، ده انا رتبت وخطط. لا لا لا، ما كانش قصدك. يقول لك بجهل قد فعلت. ليه؟ لان العاقل لا يسقط، فالساقط جاهل. معايا؟ المنطق يقول كده، العاقل لا يسقط، فالساقط جاهل. مهما كان علمك، طالما بعدت عن ربنا فانت جاهل. عندما تعود عاد اليك عقلك. فالمشجعات اثنين، القداسة التي بدونها. اثنين، ربنا هيقبلني، هيقبلني وهيسامحني ويلتمس العذر ويقول انت ما كنتش واخد بالك. احيانا الواحد فينا يقول كده، يا اول ما يتوب ويتناوله ويفرح والمسيح يسكن قلبه، يقول ايه؟ يا كنت فين انا؟ يا معقول انا اللي عملت ده؟ يا ده انا ما كنتش بعقلي، يا ده انا كنت عبيط، ده انا كنت جاهل. يا معقول؟ طبعا طبعا. عشان كده الواحد يرتاح، اول ما يرجع يرتاح ويتبسط.
المشجعات برضو ان انا اتوب. الناس اللي اجلت راحت الجحيم، فده يخوف، ده يخوف، ده يخوف. التأجيل، كل الناس اللي في الجحيم او اغلب الناس اللي اجلوا في الجحيم ندمانين. تقول له التوبة وحشة، اقول لك مش وحشة، بس انا قلت شوية. يا ما ناس نحكي معاها التوبة والرجوع، يقول لك سيبني شوية. سيبك شوية، ايه اهم من التوبة؟ انت هتقعد فيه. ايه اهم من التوبة؟ انت هتعيش معاه. سيبني شوية، سيبك شوية. طب ولو الموت جالك هتقول له سيبني شوية؟ ما تأجلش، ما تأجلش. شمشون كان عندي دليلة، كانت تقول له الفلسطينيين عليك يا شمشون، يروح جاي ومنتصر مقطع الدنيا ويعمل ايه؟ وينام مكانه، وينام مكانه. فقد قوته طول المدة في مناخ غير مقدس. تاني، فقد قوته، فقد قوته بطول المدة في مكان غير صحي، في مناخ مش حلو. ايه اللي بك هنا يا شمشون؟ عند دليلة الفلسطينية الوثنية الغريبة البعيدة المستهترة. ايه اللي جابك هنا؟ طب خلاص انت قمت وعرفت ان فيه فخ، فيه فخ منصوب، وعرفت، قوم امشي كفاية، قوم امشي كفاية. طول المدة في مناخ غير صحي يقتل جهاز المناعة المقدس. احنا جوانا جهاز مناعة بياخد قوته من الجسد والدم. لما بعد وقعد في مناخ مش حلو، جهاز المناعة بتاعه بيضعف، الخطيئة بتسيطر عليه، الخطيئة بتغلبه. فأسقط وعيش وأعمى وأموت في بلاد غريبة كما حدث. اوعى تأجل. عنصر أو وحدة الزمن مهمة. يا ربنا افتح لنا. كنت فين؟ كنت فين لما خبطت على باب قلبك مرة واثنين وعشرين؟ كنت فين؟ يا ربنا افتح لنا. صحيت متأخر، صحيت متأخر. ده في قانون، في قانون في الدستور المصري يقول كده، المدة الطويلة المكسبة للملكية. يعني لما تعيش في الخطية كتير، الخطية تملك عليه، ما تقدرش تطردها. تقول لك لا، ده انا بقالي 20 سنة ما تقدرش تمشيني، المدة الطويلة المكسبة انت ملكي. عشان كده بقول لك ارجع بسرعة قبل ان تملك عليك الخطية وتصير انت عبدا لها. اوعى التأجيل. اقوم الان واذهب الى ابي. الان ساعة نستيقظ من النوم، الله يأمر الان. الخطية متعبة، الخطية متعبة. سليمان الحكيم، عشان كده ارجع، سليمان الحكيم يقول كده، كل ما اشتهت عيناي لم امسك عنهما، كل ما اشتهت عيناي، والكل باطل. انا جربت الكل. ما خبره جاهزه، انت لسه هتجرب، لسه هتشوف، ما خبره جاهزه. رجل كان قادر، كل ما اشتهت عيناي لم امسكه، لم امنعه عنهما، والكل باطل، الكل باطل. السامريه كانت عايشه مع 5 رجاله، لما المسيح كلمها تقول له ايه؟ يا سيد اعطني من هذا الماء لكي لا اتي الى هنا، انا تعبت، تعبت من الخطيه. اعطني من الماء اللي عندك اللي انت بتحكي عليه، الماء الحي. هذا ماء ميت يقتل من يشرب منه. كانت بتشرب من بئر يعقوب، البئر الذي كانت تشرب منه البهائم، فصارت عبدا للخطيه. يا سيد أعطيني من هذا الماء لكي لا أأتي لها هنا، أنا تعبت. الخطية متعبة، والتأجيل وحش. اوعى تأجل، اوعى تأجل، واوعى تعيش في الخطية. لإلهنا المجد الدائم في كنيسة الآن كلها ضد الدور كلها. أمين.